ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يطلب دينا غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فلن يقبل منه ذلك وعمله مردود. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وخسروا أعمالهم الصالحة وخسروا الجنة والنعيم المقيم. يا له من خسران مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. جزاكم الله خيرا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا